الله يعطيك الصحة والعافية ويطول لنا بعمرك. الحقيقة أنا متأسف كثير أني أخذت من وقتك الثمين وأخذت من مشاغلك، لكن مثل ما أنت عارف هذا الموضوع يا طويل العمر ما يحلها إلا معاليك. طيب طيب، أنت مرنا بعد يومين وأنا أعرض الموضوع على معالي الوزير. أفا تحيل المعاملة لمعالي الوزير؟ وأنت؟ أنا مدير مكتب معالي الوزير. والمكتب الثاني؟ هذا مدير مكتبي أنا. والمكتب الأول؟ هذا مدير مكتب مدير مكتبي. اسمع يا رجال، خلنا من الحدث اللي ما له ثمرة. أنا رجال أبغى أقابل معالي الوزير شخصيا وهالحين. ليش وهو كل من هب ودب يقابل معالي الوزير؟ ومن قال لك أني أنا هب ودب؟ أنا مواطن وعندي مشكلة ولازم أني أقابل الوزير. هاي لكم يومين قاعدين تسحبون فيني تسحيب؟ وعلى كيفك الموضوع؟ وليش مو على كيفي؟ أنا مواطن وأرغب في مقابلة معالي الوزير. أنا أبغى أقابل معالي الوزير وشخصيا وهالحين. أنت تعرف مشاغل معالي. وأنا وش علاقتي؟ أنا جزء من مشاغله. يعني أنت بتعلمني شخصيا؟ أنا ماني بعلمك شغلك ولا أنا بقول شيء. أنا رجال راعي حق وراعي مطلب حق. وش في هذا قلنا بنقابل الوزير؟ فيها شيء؟ غلطنا؟ أخطينا بشيء؟ أطلع برا. شو اللي أطلع برا؟ أطلع برا. لا تمد يدك علي. أقول أطلع برا. أقول لك لا تمد يدك. أسمع الكلام. برا أقول لك برا. حاول تعطي المهام اللي تعطيها بخيل وخلي يجي يا قليل أنت حيا ولا دب؟ خير إن شاء الله خير أبوي. قليل ذا الحياة ذا اللي ما يسعى على روحه. خير إن شاء الله. حسبي الله وين جينا الخير من الله يهزاك خير أنت بعد. بحوي روحي. تعال 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 هات لي هات الاوراق يا ابو رجال اروح لاهلي يا رجال تعال تعال لا عاد ابي معامله ولا عاد ابي شيء تعال 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 ما صارت هذه معامله يومين طال عمرك ما خليت كلمه طيبه ما قلتها ما خليت كلمه مدح ما قلتها ايش هالخرابيط اللي احنا فيها قاعدين معلش تفضل تفضل يا رجال خلاني اروح ازين لي تفضل الله يهديك تفضل تفضل بسم الله اعوذ بالله من غضب الله يا عبد الله مر على صالح ومحمد وتعالوا عندي في المكتب كم صار لك من يوم تراجع في المعاملة دي؟ من يومين شاهي ولا قهوة يا عم؟ لا شاهي ولا قهوة عطنا معاملتنا خلنا نروح لأهلنا الله يرحم والدينا ووالدك الغريب موضوعك يعني هذا ما يحتاج لكل هاللي قلت لي يعني الحين ما حلوه هالرجاجيل وهالمكاتب العريضة الطويلة تبي تحلها أنت إلى متى؟ إلى متى وأنا أقول وأعيد والظاهر ما حد يسمع أنا ما قلت لكم 20 مرة أو أكثر إنه البهرجة دي والمظاهر الخداعة وتعذيب خلق الله ما نبي؟ يعني تظنون انتو انه بطريقتكم هذه تورون انكم مهمين يعني؟ لا تكون مهم في خدمة هالبشر بالله الى متى؟ الى متى تستمرون على هالوضع؟ احب اقول لكم بان هالاسلوب لو تكرر مرة اخرى لن اسمح اطلاقا وسوف يتحمل كل شخص نتائج تصرفه امحق رجاجي افا صاروا مثل الأرانب إيه تستاهلون تستاهلون وين الرزة والنفخة بعد لو يقوم بالعقار ويمصدكم أرجو إن كلامي يكون مفهوم أبغاكم تتذكروا شيء واحد جميع الأبواب تكون مفتوحة بما فيهم باب مكتبي هذا كل واحد الآن على مكتبه تفضلوا يلا يلا هالحين طال عمرك المعاملة خلاص خلاص طال عمرك ما يحتاج أقابل معالي الوزير ما أعتقد لا ما يحتاج يا أخوي أنت من أنت الحقيقة كان ودنا نقهويك بس أشوفك مستعجل شوي طال عمرك أنا بسألك نفس السؤال أنت من أنت أنا الوزير الله يحييك أنت
معالي الوزير. نعم. يعطيك العافية. يعطيك العافية والصحة قلامين. يا هلا والله مرحبا، واسفين على اللي صار وإن شاء الله ما يتكرر. يعطيك العافية، طول بعمرك.